الهدف من هذا الفيديو هو البحث في بعض المبادئ التي قد تمر عليك في دروس الفيزياء، ولكن الأهم من هذا هو لترى أنها أفكار منطقية وسهلة الفهم. لنبدأ بمثال بسيط. لنفرض أن تهمنا الاتجاهات هنا، اتجاه السرعة. لنفرض أن لدينا قيمة موجبة، السرعة موجبة لأنها ستكون في اتجاه اليمين، ولنفرض أن لدي قيمة سالبة أي أنها ستكون في اتجاه اليسار. بهذه الطريقة بإمكاني كتابة الرقم هنا وإجراء الحسابات في بعد واحد، تعلمون ذلك بتحديد القيمة والاتجاه. إذا قلت بأن السرعة زائد 5 متر لكل ثانية، هذا يعني 5 متر باتجاه اليمين، وإذا قلت سالب 5 متر لكل ثانية فهذا يعني 5 متر لكل ثانية باتجاه اليسار. وللتبسيط فقط، لنفرض أننا نبدأ بسرعة ابتدائية مقدارها 5 متر لكل ثانية. مرة أخرى يجب أن أحدد المقدار والاتجاه. نعلم أنها باتجاه اليمين، لنقل أن لدينا تسارع ثابت، لدينا تسارع ثابت 2 متر لكل ثانية تربيع. ومرة أخرى هذا موجب أي أنه باتجاه اليمين، ولنقل أن هذا يجري في فترة زمنية لذا فإن التغير في الزمن هو 4 ثواني. واسترمز لثانية، لذا أريد معرفة المسافة التي سنقطعها. أريد معرفة أمرين في الحقيقة، معرفة سرعتنا بعد مرور 4 ثواني، وأيضا معرفة المسافة التي قطعناها بعد مرور 4 ثواني. لنرسم رسما توضيحيا هنا. هذا محور السرعة، وهذا محور الزمن. لنرسم خطا مستقيما. هذا محور الزمن، وهذا محور السرعة. هذه السرعة هنا. سنبدأ بسرعة 5 متر لكل ثانية. السرعة الابتدائية تساوي 5 متر لكل ثانية، وبمرور كل ثانية ستزيد السرعة بمقدار 2 متر لكل ثانية، يعني 2 متر لكل ثانية لكل ثانية. إذن بعد مرور ثانية ستزيد السرعة بمقدار 2 متر لكل ثانية، أي أنها ستكون 7 متر لكل ثانية. طريقة أخرى للتفكير هي باستخدام الميل لخط السرعة. التسارع ثابت هو ميل الخط هكذا. ماذا حدث بعد 4 ثوان؟ 1 2 3 4، هذه دلتا تي. السرعة النهائية ستكون هنا. سأكتبها هنا. هذه السرعة النهائية كم ستكون؟ حسناً، سرعتي الابتدائية هي 5 متر لكل ثانية. سنستخدم المعطيات ونستعين بالرسم التوضيحي. لنبدأ بالسرعة الابتدائية Initial Velocity، والحرف I اختصار لكلمة Initial أي السرعة الابتدائية، وبمرور كل ثانية تزيد السرعة بهذا المقدار. وإذا أردت معرفة سرعتي النهائية سنضرب الثواني أي التغير في الزمن في التسارع، ضرب التسارع. ومرة أخرى حرف سي صغير يعني ثابت، يعني أن التسارع ثابت.
وسنعرف هكذا السرعة النهائية. إذا بدأت في هذه النقطة وضربت الفترة الزمنية التي انقضت في الميل، سأحصل وسأصل لهذه النقطة، أي للسرعة النهائية. وللإيضاح فقط، هذا الرقم قد يكون أي قيمة. نستخدم هذه الأرقام للشرح فقط. لديك 5 متر لكل ثانية زائد 4 ثواني، وسأستخدم اللون الأصفر، زائد 4 ثواني ضرب التسارع 2 متر لكل ثانية تربيع. وكم ستكون النتيجة؟ نبسط الوحدات، الثانية تلغى مع الثانية، ولديك 5 زائد 4 ضرب 2، وأربعة ضرب 2 تساوي 8. ثمانية متر لكل ثانية، وهذا يساوي 13 متر لكل ثانية، وهي السرعة النهائية. وأريد التوقف للحظة هنا. يجب أن يخبرك حدسك بهذا. بدأنا بسرعة 5 متر لكل ثانية، وبمرور كل ثانية تزيد سرعتنا بمقدار 2 متر لكل ثانية. بعد ثانية واحدة تصبح السرعة 7 متر لكل ثانية، وبعد ثانيتين تصبح 9 متر لكل ثانية، وبعد 3 ثواني تصبح السرعة 11، وبعد 4 ثواني تصبح السرعة 13 متر لكل ثانية. لذا تضرب كم من الوقت قد مر في التسارع، وهذه ستكون سرعتنا النهائية. نحن بالأصل نسير بسرعة 5 متر لكل ثانية. 5 متر زائد كم سرعتنا النهائية؟ 13 متر، هذا هنا 13 متر لكل ثانية. وتوقفت قليلا هنا لأنني سأقدم لك صيغة ستراها في كثير من كتب الفيزياء، وهي منطقية للغاية. سننتقل لأمر الثاني، المسافة الكلية المقطوعة. بعد مرور 4 ثواني، وعلمنا من الفيديو السابق أن المسافة هي المساحة تحت المنحنى. هذه المساحة الغريبة الشكل، كيف سنحسب هذه المساحة؟ نستخدم قليل من علم الهندسة لتبسيط هذه الأشكال أو هذا الشكل لمساحات، بحيث يسهل علينا حسابها. شكلين بسيطين، الجزء الأزرق وهو مستطيل، من السهل حساب مساحة المستطيل، والجزء البنفسجي هو مثلث، من السهل حساب مساحة المثلث أيضا، وهذا سيكون المسافة الكلية المقطوعة. حتى هذا سيكون منطقيا بالنسبة لك، لأن هذه المسافة أو المساحة الزرقاء هي البعد الذي سأقطعه لو لم أكن أتسارع، أي أنني سأنتقل بسرعة 4 متر لكل ثانية، ومن ثم أضرب 5 متر لكل ثانية ضرب 1 2 3 4. إذا ننتقل من 0 إلى 4، إذا التغيير في الزمن هو 4 ثوان. لذا فإن المسافة التي ستقطعها لو كنت بسرعة 5 متر لكل ثانية بعد مرور 4 ثواني ستكون 20، هذا هنا 20 متر، وهي مساحة المستطيل 5 ضرب 4. وهذه المساحة البنفسجية هي البعد الإضافي الذي قطعته لأنك تتسارع، لأن سرعتك ستزيد بمرور كل ثانية. من السهل جدا حساب هذه المساحة. القاعدة 4 ثواني، والارتفاع هو السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية، ناقص السرعة الابتدائية، أو هو التغير في السرعة الناتج من التسارع.
13 ناقص 5 يساوي 8، أو نستخدم الثمانية هنا، التغير في السرعة يساوي 8 متر لكل ثانية، الارتفاع هو 8 متر لكل ثانية، القاعدة هي 4 ثواني أي الزمن المنقضي. ما هي مساحة المثلث؟ مساحة المثلث تساوي نصف القاعدة ضرب الارتفاع، القاعدة 4 ثواني ضرب الارتفاع وهو 8 متر لكل ثانية، والثواني تلغى. نصف الأربعة يساوي 2 ضرب 8 يساوي 16 متر. المسافة الكلية تساوي 20 زائد 16 وتساوي 36، هذه هي الإزاحة الكلية، ومرة أخرى هي باتجاه اليمين لأنها موجبة وهي الإزاحة المطلوبة. ما أريد القيام به هو استخدام المتغيرات لاستنتاج صيغة رياضية يحفظها الكثيرون بدون فهم، وبإمكانك الآن فهمها تماما، وهي تأتي في التسلسل المنطقي للتحليل الذي فعلناه في الدقائق الماضية. ما هي المساحة مرة أخرى؟ إذا أردنا كتابتها بمتغيرات مساحة المستطيل هي السرعة الابتدائية ضرب التغير في الزمن، هذه هي مساحة المستطيل الأزرق زائد التغير في الزمن. لدينا التغير في الزمن ضرب الارتفاع وهو السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية. هذه كلها متجهات وهي موجبة إذا كانت باتجاه اليمين. نضرب القاعدة في الارتفاع، هذه مساحة المستطيل، ولكنني سأقسمها للنصف لأنني أريد أن نضرب في نصف، وهذه هي المساحة، المثلث البنفسجي، مساحة المثلث البنفسجي، هذه المساحة هنا. ولنبسط هذه الصيغة قليلا نأخذ الدلتا عامل مشترك، الدلتا تي عامل مشترك، ونحصل على دلتا دي مضروبة بما داخل الأقواس، وهي في اي السرعة الابتدائية. نرتب الصيغة، ونوزع النصف، نأخذ الدلتا والنصف عامل مشترك، ولنضرب النصف بكل من هذه الأشياء، زائد نصف السرعة النهائية، زائد نصف ضرب السرعة النهائية، وسأستخدم لونا مناسبا لتصل لكم المعلومة، زائد نصف ضرب السرعة النهائية ناقص نصف ضرب السرعة الابتدائية. سأستخدم اللون الأزرق. آسفة، يبدو أن لدي مشكلة في الألوان، في اختيار الألوان اليوم. إذن ناقص نصف ضرب السرعة الابتدائية، ولماذا يفيدنا التبسيط؟ لدينا شيء زائد نصف ضرب شيء آخر ناقص نصف الشيء الأول، ما سيكون؟ في آي ناقص نصف في آي، أي شيء ناقص نصفه هو نصفه الآخر. نبسط هذه الأطراف، نصف السرعة الابتدائية زائد نصف السرعة النهائية، زائد نصف السرعة النهائية، وكل هذا مضروب في تغير في الزمن أي دلتا تي.
الزمن المنقضي، وهذا يعطينا المسافة المقطوعة. طريقة أخرى للحل، لنأخذ نصف عامل مشترك هنا ونحصل على المسافة تساوي تغير في الزمن مضروبا في بأخذ النصف كعامل مشترك، السرعة الابتدائية زائد السرعة النهائية. VI زائد VF، والمسافة المقطوعة تساوي نصف تساوي النصف السرعة الابتدائية زائد السرعة النهائية، وهذا يبدو كهذه الكمية هنا، مجرد حسابات، هو متوسط هذين الرقمين هنا. سأطلق عليه مصطلحا جديدا سأسميه معدل السرعة، وينبغي أن تكون هذه هنا وهي معدل السرعة average velocity، وسبب في أنني أستطيع أخذ السرعة الابتدائية والسرعة النهائية وجمعهما وقسمتهما على 2 لأننا نريد أخذ المتوسط، نستبدل ذلك بالمتوسط الحسابي أي السرعة المتوسطة لأن التسارع ثابت وهو الحالة المفترضة دائما في أغلب مسائل الفيزياء، ولكن إذا كانت لديك حالة تسارع ثابت بإمكانك افتراض أن السرعة المتوسطة ستكون متوسط السرعة الابتدائية والسرعة النهائية. إذا كان هذا منحنى وكان التسارع متغيرا، ولكن ما يفيدنا هنا هو عند حساب المسافة المقطوعة نحتاج إلى معرفة السرعة الابتدائية فقط والسرعة النهائية وتحسب المتوسط وتضربه بالزمن. في هذه الحالة السرعة النهائية 13 متر لكل ثانية، 13 زائد 5 تساوي 18 وتقسيم 2 تساوي 9 متر لكل ثانية. إذا حسبت متوسط 13 والخمسة سيصبح لدينا 9 متر لكل ثانية ضرب 4 تساوي 36. كل أمل أن تكون الفكرة قد وصلتكم لأنكم سترونها في بعض دروس الفيزياء، ولا ينبغي أن تحفظوها لأن بإمكانكم استنتاجها بالمنطق.